بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. طبعا الملخص اللي حصل في الاجتماع ان هم عايزين يعملوا جمعيه او اتحاد شاغلين. اتحاد الشاغلين ده الهدف منه ان هو يبقى مفوض، هيختاروا 4 من المرحله الاولى، هيبقوا مفوضين هم يتكلموا مع الشركه ومسؤولين عن اداره الصيانه. طبعا في حاله رفضنا بيقولوا ان هم هيسلموا الكلام ده للحي. ده كده يعني بالمختصر اللي هم عايزينه، وعايزين يثبتوا الكلام ده. طبعا في رفض تام من الناس كلها. طبعا دي مهزله ثانيه من المهازل اللي بتحصل في معمار المرشدي. شكرا.